قبل كم يوم صراحة أخذت أسرع قرار في الحياة، وعشان تفهمون الموضوع لازم تعرفون إني ساكن في مدينة صغيرة وقليل تحصل فيها ناس، واللي لاحظت للأسف إني ما أسافر كثير، والمشكلة إن السنة ذي آخر سنة لي في أمريكا، فأحتاج أطلع برحلة جديدة في مدينة أكبر ومليانة ناس، فعلى طول فتحت اللابتوب وقعدت أدور لين حجزت أقرب رحلة، فأخذت أغراضي وشلت الشنطة والحين رايح للمطار. هوي هوي هوي، هذا اليوم الرابع من سلسلة رمضان، زي ما تشوفون هذه المدينة حقتنا، بودعهم، يعطيكم العافية. يقول لك على شغلكم ذا، مع السلامة. والفكرة من السلسلة هذه اني كل يوم افطر في مكان جديد، بس اليوم عندنا شيء جديد، ما راح يكون فطور، راح يكون سحور. المكان الثاني بقول لكم عليه بس مو الحين، اتوقع بتعرفون اذا وصلنا، فتأخرين مرة على الرحلة. بس جو، السلام عليكم. عسى ما اخرناكم. الساعة هنا باليوم امس يا مقبال، يخلص عبه في سيارات يا اخي. امشي، ايش الزحمه الخايسه ذي؟ ايش فيه؟ ايش المدينه ذي الخايسه؟ مدينتكم خايسه ترى، والله مدينتكم خايسه. معليش انك جاي قبل نص ساعه، كنا واصلين عاد. تونا وصلنا للمطار، وجاني شعور غريب لاني من زمان ما سافرت كذا، من زمان ما سافرت في امريكا. الزبده حاجزين ارخص تيكت كان موجود في المطار كله، فان شاء الله ما يحطونه مع الشنط. والشركه دي اسمها سبيريت، مشاكلهم مره كثير في الرحلات، فان شاء الله على الاقل نوصل هناك. ما يهم كيف بنوصل، شنط ولا يحطونه مع اي شيء، بس اهم شيء نوصل. والحين تقريبا باقي 40 دقيقه، فبنخش داخل ندورنا شيء ناكل عشان نفطر ونروح هناك نتسحر، لان الهدف ان نتسحر في مكان جديد اللي هو بنسافر له، بقول لكم هناك اذا وصلنا. طيب يقول لكم ما تبدا الرحله الا اذا صار شيء خايس. وش الشيء الخايس اللي صار لك قبل يومين؟ فجاه بعد ما خلصنا كل شيء تفتيش وذي الاشياء، نسيت ايش؟ جوالي بكبر نسيته، كيف ما ادري. بس اذا طلعت الرحله ما فيها شيء، يعني ما فيها شيء نسيته، ما فيها مشاكل، ما فيها ذا، اعرف انه في شيء غلط، فلازم يصير لك مشاكل في البدايه عشان تسافر. المهم المدينه اللي بنسافر لها مره معروفه، ومن زمان ودي اروح اصور فيها، بس الحين واحنا قاعدين ننتظر الطياره دخل وقت الفطور، فاخذت لي شيء ناكله بسرعه على ما تجي الرحله. وين البرجر؟ البرجر وراي. اخذت مويه لانه تو اذن، فلازم نفطر. بسم الله، ما في تمرة بس في مويه. بس العادة أنا عندي قانون، قبل أي رحلة ما أكل شيء. أكبر مقلب إنك تأكل بدنا تطلع الطيارة كذا إزعاج، تبغى حمام أربع وعشرين ساعة. فاليوم تجربة جديدة وبعطيكم رأيي إيش بيصير معي في الطيارة. نرجع للقعدة الصحيحة في الأكل، لأني ما أعرف أكل على الطاولات هذه. فطورنا اليوم برجر، فإن شاء الله يكون خفيف على البطن. همزة معلش، عشان ما يلغون الرحلة بعد شوي يرجعونا كولومبيا. أبي أسوي كل شيء عشان ما أرجع كولومبيا. إيه وش الناس الكثيرين ذولي؟ ماني متعود زي كذا. العادة كولومبيا مدينة ما فيها أحد، فمتحمس أشوف الناس، متحمس أعيش معهم. زي ما تشوفون هذول كلهم هنا. كفو. الحين طبعا قاعدين ننتظر التاكسي اللي بيجي ياخذنا، فوين هو الحين ما ادري، بس بناخذه بننزل اغراضنا. وما ادري اذا عرفت المدينه ولا لا، بس المدينه اتوقع واضحه. احس اني كذا بالغلط بقول اسم المدينه، اسم اسرار وذي الاشياء ماني فيها كويس، على طول افضح. وش ذا؟ وش الزحمه اللي متعود عليها؟ الرحله ذي حرفيا ارخص رحله يمكن تشوفها في الحياه. ما ادري ايش ذي المنطقه اللي جايينها، شوفوا كيف مره وسخه. طبعا المدينة بشكل عام وسخة وسخة، بس انها يعني ممتعة زي كذا، فيها ناس كثيرين، فيها حياة، فعشان كذا انا سافرت لهذه المدينة. أول شيء طبعا لازم نروح نشوف السكن اللي حجزناه ونحط شنطنا فيه عشان نبدأ نتمشى زين. حيهم. ها؟ ايش؟ لازم نسوي اللقطة دي معليش. حيهم، شو الأخبار؟ تونا وصلنا السكن وأخذنا البطاقة. طبعا الممر ده ما أدري ايش فيه كذا ضيق. السكن حرفيا مكانه شوي يخوف، بس هي سافرنا معليش، حتى لو دفعنا شيء بسيط بس سافرنا. ليتس جو. بسم الله. وش ذي الشقة الصغيرة؟ عندنا المساحة زي ما تشوفون، الشقة ميزتها انها يعني المصمم ما تعب نفسه، سوى مربع حط سريرين خلاص شقة، ما يبغى لها يعني ايش فلسفة، تبغى مطبخ تبغى مدري ايش ذا، ايش ذا كلام فاضي، شقة بس شقة تنام وخلاص. فالتصميم يعني مرة جميل ورايق، وأعطيه أنا صراحة 10 من 10، ما أدري عنكم كم تعطونه. عندنا هنا زي ما تشوفون هذه ميزة مرة جميلة، عندك التلفزيون اللي ما يعرف التلفزيون، هذا وش ذا؟ عندنا هذا الشيء، أوه هذه لمبة، هذه لمبة والله. ما في شيء كثير، بس انه حقه نوم يعني من جد تنام فيها بدل تطلع تتمشى، لان المدينه اللي احنا فيها هذه مدينه معروف عنها ان ما حد ينام فيها، فعشان كذا اخذنا شيء بسيط عشان بس ننام. وهذا السرير. هي 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 هي، ليش الزبائن كذا في كل مكان؟ وش قاعد يصير يا ابوي؟ ايش المدينه ذي؟ المكان مره ضيق، الشوارع صغيره، المباني كذا ملصقه في بعض.
الساعة واحدة الحين الناس كلها برا، فباقي على السحور تقريبا 5 ساعات، عشان كذا لازم نروح المكان الرئيسي حق المدينة، وعشان نوصل هناك لازم ناخذ القطارات لأنها المفروض تكون أسرع طريقة تتنقل فيها داخل المدينة. طبعا المكان حق القطارات ذا اغلب الوقت الوضع فيه ضياع، وزي ما تشوفون هنا حاطين لك خريطه تعلمك، بس انت ايش لازم ما توضح انك زائر، لازم توضح انك من عيال المدينه. فاي بشكل عام يعني اي مكان تسافر فيه لا تروح الاماكن دي زي كذا، اللي تعلمك وين تروح لازم تسوي نفسك ايش فاهم، لان برا العاده الناس يستغلون الناس الزوار للمدينه، فلازم تحط الشيء ذا في بالك، يمكن احد يستغلك. لازم تكون ايش تضيع عادي، ما في مشكله تضيع بس ما حد يستغلك. زبد احنا في القطار الحين، اخيرا ركبنا اقصد، لانه طول مره. فقبل ما نروح هناك وقبل ما نشوف ايش فيها المدينه، الهدف حقنا ما ننساه اننا نتبرع للشخص هذا ونسدد الدين اللي عليه ونرجع يعيد مع اهله. المبلغ الحين تقريبا 250,000، فمبلغ كبير شوي، بس ان شاء الله نقدر نسدد ونقفله قبل العيد. المهم وانا في القطار الوضع كان غريب شوي لانه طول مره ما وقف، وصراحه اكتشفت انه ما ندري وين رايحين اصلا. ما ادري ها كذا ننزل تحت زبد، والله ركبنا القطار الغلط وبس، والله الحين قاعدين نرجع يعني. ما قاعدين ننزل تحت، لا قاعدين نرجع كولومبيا كذا بالقطار، بيرجعنا المدينه اللي كنا فيها. الله قهر توني جاي يا اخي. وين احنا الحين، في كولومبيا ولا ايش؟ يا الصداع هذه والله يبغى لها جلسه. نزلنا المدينه اللي تحتنا. قصينا جسر قبل شوي احنا ما ندري، كذا طلعنا من فوق جسر بالقطار احنا ما ندري، شكل اليوم والله ما بنتسحر. الله يعين زبد، القطارات وسوالفها هذه تعبتني مره، اتوقع اني رقدت في القطار. بس تدرون ايش؟ هذه المدينة معروف عنها المدينة اللي ما تنام. وصلنا خلاص اتوقع تقريبا، فبنروح نخش داخل ونوريكم الدنيا كيف هنا، نوريكم كيف الحياة. طيب اخيرا اقدر اقول لكم انه وصلنا المكان الرئيسي واللي هو نيويورك. Do like this. شوف الحياة، الناس كلهم موجودين هنا. انا ما ادري قطعت الشارع ولا ايش. اوكي لا صح، الحين الساعة 3 تقريبا الليل، وزي ما تشوفون في حياة، في ناس قاعد يتمشون. فهذه ميزة نيويورك انها مدينة ما تنام، مدينة 24 ساعة فيها فعاليات وفيها حياة، هذا شيء كويس. في حمام هناك بعد، حتى في حمام. تعال 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 بسولف معك شوي، تعال انا جاي من كولومبيا المدينة الصغيرة. لا تعال. ليتني ما قلت انا جاي من كولومبيا، خاف على طول ما قلت جاي من كولومبيا. الحين جايين شوي بس السحور لازم يكون سحور جامد، بما انه اول سحور في السلسلة فلازم يكون سحور جامد وفي مكان رهيب. بس وين المكان الرهيب هذا؟ I came all the way from South Carolina. South Carolina, bro. That's what's up, cuz. Put you on it. MashaAllah, bro. MashaAllah, yeah. Where are you from, brother? Saudi Arabia. Saudi Arabia? Salam yeah. Alaikum, Habibi. I'm from Palestine, bro. Really? Yeah, bro. أنا توقعت أنك ترى عربي. أنا أتكلم عربي. تتكلم عربي شوية؟ المهم إني كنت جايع شوي، فرحت مطعم بيتزا أخذ لي شيء أطقطق عليه قبل السحور. والله الخطة كانت نقنقة، بيتزا واحدة نقنقة بس شوف كيف والله كبيرة. معلش، هذا الشيء الوحيد اللي نفتقده عندنا في المدينة في كولومبيا، إنه الدنيا تقفل بعد الساعة 6 تقريبا، بعد 6 المغرب كل شيء يقفل، بس هنا المدينة ذي ما في شيء يقفل حرفيا. طبعا شوف الحركة اللي قاعد أسويها، ريد بول مع بيتزا، يعني يبغى 3 أيام الجاية أضمن لكم إني ما بنام. Connecticut, which is it's right next to New York. Yeah. All right, that's good. Yeah, that's good. Dude, good to meet you. Let's catch them. Come on. Let's do it. Help us. Let's get the fish. Saudi. Do like this. Saudi. Saudi. What is going on here? طبعا جاي ياخذ لي هذا البسكوت، لان انا مشكلتي اي شيء شكله رهيب اشتريه، يعني ما يهمني الطعم كثير، يهمني الشكل. شكله رهيب زي كذا قلت لازم اجربه. شفتوا البسكوت ذاك العواد اللي فيه دخان؟ مو اللي فيه دخان، بسكوت عواد اللي نستعمله كانه دخان زمان في المدارس، نفس طعمه بالضبط. الزبده نيويورك مشهوره مره باكل الشوارع، والحين تقريبا الساعه 4 الفجر، فلازم نتسحر ونلحق على المطاعم قبل ما تقفل. اشهر شيء في نيويورك الاكل اللي في التركات، فجينا وناخذ من هنا، بس المشكله اغلبهم مقفلين الحين. Are you guys closed? Yeah. المطاعم اللي كنت جاي عشانها اللي هي التركس هذه حقت هذا طلعت مقفله، بس في تركات كثير، فخلنا نروح ندور لنا تركات ثانيه. يلا ايوه قاعد اساعدهم وان شاء الله يخلوني اكل ببلاش. ها نسحب بعد زياده؟ لو ما تسوي معنا ما تصورش. هو ما يتكلم مشكلته. ايه ياب. انتوا كل يوم تسوون زي كذا؟ والله والله تعب والله.
كان يقولون الكاميرا قايل لا تصور تعال ساعدنا. الكاميرا قايل ما يسوي شيء، معروف الشيء ذا. الكاميرا قايل بس يصور ما يسوي ولا شيء في الحياة. متى تقفل؟ أقفل الصبح. للصبح. حبيبي كويس. بس إن شاء الله إن شاء الله الأكل هذا حقه كويس. لأن كنت جاي عند واحد خصيصا وطلع مقفل. نجرب نجرب ليش ما نجرب؟ نجرب. آه لحظة وش ذا؟ ألا لابتوبي تحت هذا؟ لا أخيرا أخيرا وصلنا الشقة. القطار والله هلكنا هلك القطار، ضعنا يمكن 10 مرات. كل ما نخش قطار جديد يطلع غلط ولا يطلع متأخر ولا ما يتحرك، فذلنا ذل القطار ذا. بس أهم شيء إيش؟ عندنا أكلنا هنا، فخلنا نوريكم على السريع. بس قبلها صح نسيت أقول لكم الهدف حقنا، لا تنسونا اللي ما تبرع يتبرع ويصور الشاشة عشان نقدر نخرج الرجال ونساعده ونرجع عيد محله. ف we got this. شكلك كلب بلا اوكي. شكله حلو، رز مع دجاج ولحم، اتوقع كذا ميكس كل شيء غريب من التركات حقت نيويورك. تركات نيويورك معروفه كل شيء فيها غريب. فاهم شيء يعني انه كويس ان شاء الله يشبع، لان بكره ورانا يوم ثقيل شوي. فهذا السحور حقنا، بناكل بعدين بننام. وش ذي الرسومات؟ وش ذي الرسومات القبيحه؟ وش السالفه يا ابوي؟